هذا ملك الموت، فهو ومالك خازن النار لا يضحكان أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ملك الموت، كيف تقبض الأرواح وأنت في مكانك هذا؟ قال: إن الله أمكنني من ذلك، وسخر لي من الملائكة 5000 أفرقهم في الأرض، فإذا بلغ العبد أجله واستوفى رزقه وانقضت مدة حياته أرسلت له 40 ملكا يعالجون روحه، فينزعونها من العروق والعصب واللحم والدم، ويقبضونها من رؤوس أظافره حتى تصل إلى الركب، ثم يريحون الميت ساعة، ثم يجذبونها إلى السرة، ثم يريحونه ساعة، ثم يجذبونها إلى الحلقوم فتقع في الغرغرة، فأتناولها وأسلها كما تسل الشعرة من العجين، فإذا انفصلت من الجسد جمدت العينان وشخصتا، لأنهما يتبعان الروح، فأقبضها بإحدى حربتي هاتين، وإذا بيده حربة من النور وحربة سخط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف تعرف حضر أجل العبد أم لم يحضر؟ قال: يا محمد، ما من عبد إلا وله في السماء بابان، باب ينزل منه رزقه وباب يصعد إليه عمله، وهذه الشجرة التي عن يساري ما عليها ورقة إلا عليها اسم واحد من بني آدم ذكورا وإناثا، فإذا قرب أجل الشخص اصفرت الورقة التي كتب عليها اسمه وتسقط على الباب الذي ينزل منه رزقه ويسود اسمه في اللوح، فأعلم أنه مقبوض، فأنظر إليه نظرة يرتعد منها جسده ويتوعك قلبه من هيبتي، فيقع في الفراش، فأرسل إليه 40 من الملائكة يعالجون روحه، وذلك قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قلت: يا أخي يا ملك الموت، أرني صورتك التي خلقك الله عليها وتقبض فيها الأرواح. قال: يا رسول الله، لا تستطيع النظر إليها. فقال صلى الله عليه وسلم: أقسمت عليك إلا فعلت. وإذا بالنداء من العلي الأعلى: لا تخالف حبيبي محمدا. فعند ذلك تجلى ملك الموت في الصورة التي يقبض فيها الأرواح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما نظر ملك الموت إلي وجدت الدنيا بين يديه كالدرهم بين يدي أحدكم يقلبه كيف يشاء، ارتعد قلبي ورجف منه، فوضع جبريل يده على صدري فرجعت روحي إلي وعقلي، فقال جبريل: يا محمد، ما بعد القبر إلا ظلمة القبر ووحشته.